السلام عليكم. النهارده هعمل، انا من امبارح تعبانه جدا جدا جدا، ومعدتي وجعاني قوي عشان كلت اكل من الشارع، وحسن هزقني معرفش ليه. بجد تعبانه جدا من امبارح، يعني لعنت الساعه اللي كلت فيها اكل من بره. فالنهارده للاسف هضطر اعمل اكل كده ني في ني. فعندي صدور فراخ هعملها، واشوف بقى هشوف الخضار اللي عندي في الفريزر ايه، ونطلع دلوقتي نشوف مع بعض هنعمل ايه ينفع للناس اللي هم بيعملوا دايت، ينفع ياكلوه، يبقى حاجه كده من غير سمنه ومن غير زيت، عشان بجد انا مش قادره. بسم الله الرحمن الرحيم، ونشوف مع بعض هنعمل ايه. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اسد صدور الفراخ اللي قلتلكوا عليها عندي، انا قطعتها. رجعت في كلامي، قلت مش هعمل اكل صايص، تمام. قلت هعمل لازانيا بالخضار. ادي اللازانيا، نقول المقادير: لبن، معلقه الدقيق بتاخد كوبايه لبن، تمام. وعندي صدور فراخ، او ممكن نحط مكانها لحمه زي ما نحب. عندي بقى زبده ودقيق عشان البشاميل، وعندي هنا جبنه رومي على جبنه شيد، جبنه رومي وموتزاريلا عشان الوش والحشوه. ممكن نستغنى عن الجبنه لو ما حدش بيحب الجبنه. عندي هنا مشروم، ادي المشروم ده علب، ممكن نجيب مشروم فريش لو عايزين. الخضار بقى انا هحط فلفل ملون اصفر واحمر واخضر، وبصلايه خضراء كانت عندي كده، بصلايه في الثلاجه معدومه العافيه، نضفتها وقطعتهم. وعندي توم وعندي بصل، وده بقدونس سايباه يصفى هقطعه في الاخر. عندي هنا ملح وفلفل وبابريكا وبهارات، بابريكا اهي والبهارات اللي انا عاملاها، وملح وفلفل. مقاديرنا بسيطه وسهله جدا مع بعض. اول حاجه هنعملها نجهز الحشوه ونجهز البشاميل. طبعا المكرونه زي ما قلت لكم بنعملها نيه، ما بتتسلقش غير في حاله واحده لما نكون هنعملها بوكت او هنلفها. يلا نجهز الحشوه ونجهز البشاميل ونيجي نعملها مع بعض. نحضر الحشوه ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. زبده او زيت اهي، تمام. واروح على طول حط الفراخ الاول، مش عايزه احط الفلفل في الاول عشان عايزه الفلفل يفضل محتفظ باللون بتاعه. بسم الله. نقلب بقى كويس جدا، غير بس لونها كله ما يتغير يبقى كله ابيض كده، تمام. من ساعة بتخش في التحميض شوية في السوى، هي بتخش وقت على النار. بعد ما نخلصها على طول نروح عاملين مكانها البشاميل في ساعتها. كده بصوا، نزلت مية اهي شوية منها اهي، بصوا المية بتاعتها نزلت اهي منها شوية صغيرين. قلبها شوية لحد ما تتشرب المية دي كلها، عشان احط الفلفل يتحمروا مع بعض، عشان انا عايزة الفلفل ما يكونش مهري قوي عشان لسه هتخش الفرن. خلاص الفراخ اهي ما فيهاش مية خالص. نحط بقى ايه؟ البصل والفلفل، ونحط كل حاجة ما عدا الثوم والمشروم. بقى الثوم اهو والمشروم في الطبق اللي جنبنا الناحية التانية اهو. نقلب نص لونها حلو ازاي. الفلفل والبصل كده اهو جبلوا مع بعض، بس لونهم ما اتغيرش، ما دبلتهمش قوي، كده كده هيكملوا سواهم في الفرن. اروح حاطه الثوم في النص كده، بسم الله. اول ريحه الثوم ما تطلع اروح على طول حاطه المشروم. ريحه الثوم ظهرت معايا حلوه قوي، ادي المشروم بسم الله. لو مشروم بقى فريش هتشوحيه مع البصل والفلفل، تمام. نحط بقى توابلنا، ادي البابريكا اهي بسم الله، والبهارات ما نكترش برضو. فلفل اسود وملح،
بسم الله. ممكن طبعا تضيع شويه طماطم، طماطم يتم تقطعين كده، او معلقه صلصه، بس انا مش عايزه احط فيها طماطم، انا هكتفي بكده. بصوا جمال الالوان، بصوا حلو قوي. خلاص كده الحشوه بتاعتنا جاهزه كده وزي الفل. ليه بقى؟ لان هتكمل تسويه في الفرن اذا المكرونه نيه. حلو قوي كده. لها شويه ملح كمان، نركنها على جنب بقى ونجهز البشاميل. كده الحشوه بتاعتنا جهزت، يلا نجهز البشاميل بتاعنا. طبعا البقدونس اللي معايا هقطعه عليها، بس لما تبرد عشان خاطر ما يتبلش. نجهز البشاميل بتاعنا، ادي الزبده او السمنه او الزيت المتاح عندنا اهو. انا هحط ايه، 3 معالق دقيق، 1 و2 3 ماشي. ونقلب 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 ونقلب، نوطي بس النار، احنا مالنا معلينها كده ليه؟ نقلب لحد الزبده ما تسيح، ونقلب كله في بعضه كده اهو. لسه الزبده ما سحتش اهي، عشان خاطر الزبده تحرق بسرعه، عشان كده بحب ايه اسيبهم مع بعض كده. ممكن طبعا نعمله على البارد مش مشكله، بس كده حلو. هعمل لكم في مره كده حلقه عن البشاميل السخن والبارد، عشان الناس اللي ما بتعرفش تعمله يظبط معاهم ازاي. طبعا ده عشان بشاميل خفيف. البشاميل العادي كوبايه اللبن بتاخد معلقه دقيق، هنا هنحط كوبايه وربع او كوبايه ونص، خاطر احنا عايزين بشاميل خفيف ميه عشان ما تطرطشنا كده ليه. ادي اللبن اهو، بسم الله. انا زودت كوبايه ميه، ايدك بقى فيه بسرعه كده يا ست الكل، يا حلوه يا جميله. ممكن لبن على ميه او شوربه زي ما نحب. ممكن طبعا نحط فيه كريمه او قشطه زي ما نحب، او جبنه، بس انا ما بحبش الاضافات اللي ملهاش لازمه دي. نقعد بقى نقلب كده فيه لحد ما يغلي ويتقل معانا. نحط حبه ملح وحبه فلفل، ممكن نرشه جوز الطيب بس انا مش عايزه. تمام كده، رشه فلفل اسود او ابيض او اي فلفل اهو. بسم الله، شوية ملح. نقلب بقى تقليبة حلوة كده بضمير. بدأ يغلي من الجناب اهو، بدأ يتقل زي ما انا عايزة. طبعا ولا بيبقى تقيل قوي ولا خفيف قوي، بيبقى شبه المية كده يعني، ما نخلوش مية صيصة، لا سيكة تقيل سيكة بس كده، عشان خاطر بص هو حلو كده. بصوا عشان لسه بيغلي وهيتقل في الفرن، لان اللي هنسوي بيه المكرونة، المكرونة نية. بس هو كده حلو قوي معانا اهو، حلو قوي يا رجاله كده. تمام كده اهو، يغلي بس يبقى من الجناب وندفع عليه كده. خلصت البشاميل اهو، والحشوه بتاعتي جاهزه. يلا ايه، نرص الايه اهو، بيغلي من الجناب اهو، بيبقلل ويبقلل ويبقلل يا معلم اهو. حلو قوي كده، هو كده السمك ايه المناسب، كفايه قوي عليه كده. ندفي بقى كده، ويلا نجهز ايه الصينيه بتاعتنا. طفينا النار اهي، نقول بسم الله. الحشوه بتاعتي خرجت على البقدونس اهي، نقلبه كله فيها كده. الحشوه طعمها جميله قوي 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 بجد، حلوه. انا هحاول افوت شويه اعمله سندوتش بجد، حلوه جدا جدا جدا. هنا هناكلها. هذا الحشوه بتاعتنا، وادي الجبنه بتاعتنا، الطاجن بتاعنا اهو، ودي كده البشاميل بتاعنا كده. تمام، كل حاجة قدام عينكم اهو. نبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم.
هم كده يا ست الحلوين. بسم الله كده واحدة كده. طبعا هتتاخد طول وعرض زي ما قلت. تمام. وادي الحشوة بتاعتنا طول وعرض. يعني ازاي؟ نوظف اتنين وحدتين وقعوا وخامة عندي نضيفة طبعا اهو. تمام كده اهو. حلو قوي كده بجد. الحشوة لحيتها حلو قوي. التوم فيها مع الحاجات دي كلها حلو جدا. ماشي. نديها رشة جبنة. بسم الله. طبعا الجبنة دي يا جماعة اختيار، اللي مش عايزها ما يحطش، بس بتديها طعم حلو قوي. نديها حبة جبنة موتزاريلا كمان. بسم الله. تمام. حبة بشاميل كمان كده. تمام كده. كله على الطبيعة قدامه. حطينا الورق كده. نحط بقى المرة دي كده. فهمتوا بقى يعني ايه طول وعرض اهو. هنا بقى ايه؟ نكسر واحدة. نحاول نكسرها بالنص. اهي. تمام كده اهي. تمام كده. بسم الله. بشاميل. والحشوة يعني ممكن بشاميل الاول والحشوة او الحشوة والبشاميل. المهم تبقى الطبقات فوق بعضها. مش مشكلة، مش هنختلف على حاجة. ما شاء الله حلوة اوي. برضو رشة جبنة اختياري، اللي مش عايز ما يحطش. حسن ما كانش بيحب الجبنة ساعة ما عملتها اخر مرة، بقى يحب الجبنة. سيطرت عليه قلت له مفيش غيرها هتاكلها. الا حاضر. وعجبته. تمام. ودي الجبنة الموتزاريلا كمان اهي. طبعا بشيل الجبنة في الفريزر عشان خاطر لوحها قليل اهي، عشان كده ايه. تمام كده. حطينا المرة دي كده. نحطي كده. تمام. الحتة اللي متبقية اهي نروح حطينا هنا كده. وناخد نكسر حتة برضو ايه للناحية دي. بسم الله. لكم مركزين معايا يا ناس كده اهو. سهلة اوي. بسم الله. خلص بقى كل الطبقات بنفس الطريقة. واحدة طول وواحدة عرض زي ما فهمتكم وقلت لكم. اهي. تمام كده. بشاميل طبعا خفيف عشان خاطر هيغلي وهيسوي المكرونة. المكرونة اللي هيسويها البشاميل عشان هو طري، هو ده اللي هيسوي المكرونة بتاعتنا. خسارة مش هيفيد لي حبة كلهم، انا كنت متعشمة. تمام كده. نحط بقى ايه الطبقة دي كده كده. نحط طبقة فيها تاني. هم دلوقتي ايه بتوع الطبقة الأخيرة. احنا حطينا آخر مرة ايه كده، نسيت يا لهوي. كده كده اهو. يبقى دي كده كده كده. وناخد دي اللي اتبقت ما كسرنا منها. نكمل في الحتت الايه الباقيه دي. متخافوش مش هجري ولا حاجه. زي الفل اهي. فل قوي. 100 فل و14 بالصلاه على النبي. تمام كده. نحط بقى اخر حشوه عندنا، ودي اخر طبقه هنحط فوقيها طبقه المكرونه الاخيره. خساره انا كنت متعشمه نفسي ومعشمه كرشي. تمام كده. حلوه قوي كده. الجبنة نسيت. بسم الله. الجبنة الرومي بتديها طعم حلو قوي. اي نوع جبنة تحطوه ينفع، اي نوع. نحط بقى حبة موتزاريلا كمان. بسم الله. اخر طبقة مكرونة. يبقى كده خلصنا. نحط بقى ايه على الوش بقى البشاميل زي ما متعودين، والجبنه لو حبينا، وخلاص على كده وشكرا. ايه دول كده هنا الناحيه دي كده. تمام كده.
اخر طبقة كده. خلصنا، خلص بقى لم الحاجات دي كلها وارجع لكم تاني. النوع ده الكيس بيكفي مرتين، ادي اخدت مره والمره الثانيه اهي. تمام، هقفله بقى كويس قوي. ادي اللي خلصت كده، نحط بقى على الوش جبنه. بسم الله، خلاص كده حمرها من تحت، بعد كده ندي الوش تحميره تبقى زي الفل معانا بامر الله. يلا ندخلها الفرن. بصوا حبايبي المكرونه بتاعتي في الفرن اهي، حلوة جدا جدا جدا، بقالها بالظبط نص ساعة كده استوت واتحمرت وبقت زي الفل. هنطلعها بقى يلا ونقطع منها نوريها لكم، بس لما تبرد شوية. حبايبي خلصت كده اللازانيا بتاعتنا بالفراخ، ريحتها ما شاء الله حلوة جدا جدا جدا. انا جبتها لحد ما بردت خالص اهي عشان خاطر اعرف اقطعها خرط. اللازانيا والبشاميل ما بتتقطعهاش خرط غير لما تبرد، لكن لو انت عايز تاكلهم سايحة قطعها في ساعتها، لكن طول ما هي لما تبرد، كل ما تبرد معاكي تعرفي تقطعها الخرطه بخرطتها. بصوا المكرونه مستويه ازاي، بصوا اهي، بصوا حلو جدا جدا جدا. ادي اوريكم بس مستويه ولا لا. بسم الله، عشان انا مش هاكل دلوقتي فعشان كده مش هقطع دلوقتي منها. بصوا اهي شايفين حلوه قوي، جميله جدا 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 اهي. بصوا طعمها جميل، بسم الله. والله والله احلى من اللي باللحمه، جربوها يا جماعه بالطريقه دي، وانا واثقه بامر الله انها هتعجبكم. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، عشان خاطر بجد عايز اكل. بصوا من جوه مستويه ازاي، بصوا اهي، بصوا والجبنه اللي فيها بتشد، وحاجه ما شاء الله اهي. اشوفكم على خير ان شاء الله.